هو قول لك ريت وقت بامبي كوره تعرف ماليه تعرف ماليه صحيح صحيح ولا صحيح. وقتها نحن باش نشوفوا الترجي الرياضي التونسي ماشي في طريق صحيح ولا مع لو يرجع الهوني في مكانته والبدري لما مشوا فورمته تولي حكايه اخرى واضح مع شو. مع اسمه بن عيادي اللي هو مهاجم يعني بصراحه انا اللي تفرجت فيه وشفته ملاعب يعني تبارك الله عليه لي زاتو اللي يحب عليهم نبيل معلول موجودين فيه موجودين فيه واضح مع حاجه اخرى اللي هي مهمه زاده اللي مدرب راهو ولا محنك اي فوالا شو الفرق بين الشعيدي ونبيل معلول مدرب قلت لك توا حاليا محنك يعرف ولا كيفاش يتعامل مع المقابلات عنده الخبره الكافيه اللي ولا هو يعرف الافريق وعنده في الترجي الرياضي التونسي ناس قاعده تخدم في خدمه اللي تخلي الترجي الرياضي التونسي في وضعيات باهيه وتخليه نجم يكون بطل افريقي تخليه نجم وتتمنى الترجي يكون بطل افريقيا مره اخرى شنو تتمنى الترجي يكون بطل افريقيا مره اخرى مش حكيت تتمنى راه اي تتمنى ولا لا مش كيسيو تتمنى ولا حمدي المرزوقي وعلاش نتمنى وعلاش ما نتمناش هو تحب ترى الترجي بطل افريقيا يا ودي انا نتمنى فهمتي تونس نتمنى تونس في حياتها ترجي بطل افريقيا انا نتمنى تفرحك يتفرحني كي باش انت باش تمثل بلادك الترجي الرياضي التونسي بطل يا ودي باش تمثل لك بلادك تفرحني اوكي اسم بلادنا معناها في النهايه تشجع الترجي في الفينال لا ما شجعهاش كيفاش تفرح انت ما شجعتش يا حمدي نفرح انا كاسم بلادي اي اما ما شجعهاش ما تشجعهاش انت تحب لا لا انا ما تصوركش تشجع الفريق المنافس نون بلو ولا توصل تشجع لا يا ودي لا نشجع المنافس ولا نشجع في مدينة الترجي التونسي ربي يوفقها الاهلي المصري في الفينال تشجع ترجي ولا الاهلي لا ما تشجعش الاهلي تي بي مازامبي ما نشجعهاش قلت لك نشجع الهادي الاهلي الرجاء ما نشجع حد حمدي المرزوق انا فهمتي ليتيكيت نتاعي نحب النادي الافريقي ونفرح للترجي تهز اللقب شو نفرح لها بيان سور هزت لقب وهذاك مجهود قامت به ولاعبين عملوا ما تحبش تقول كل... تشجع الترجي ما نشجع يا ودي انا ايش قلت لك انا قلت لك يا محمد ليتيكيت نتاعي انا راني كلوب افريقيا وراني نحب الكلوب على عيني وراسي كمحب للنادي الافريقي اي نحب ولا نكره نشجع كالنادي الافريقي انا نشجع النادي الافريقي احترم يعني انت كي تقول لي انت حتى ريت الاسم مثلا صفاقس والى ليتوال قول لك يا ربي يوفقهم احترم ونفرح موافقك. نفرح كي مثلوا تونس وينجحوا لكن ما شجعش احترم وفائك وحبك للنادي الافريقي حمدي المرزوقي من لاعب لليوم محلل